مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بعد غياب. نحن كنا بالبحر عم ناخذ لكم احلى الصور لحتى تشوفوا احلى الاشياء بالبحر موجوده. خليكم معنا، انا رايح غير تيبه وجاي، وهيدي الهديه الموجوده. وغيرنا تيمنا ورجعنا لكم. بهديك الحلقه كنا عم نسال قديش كان طول الشاطئ اللبناني. برافو عليكم ناس كثير ما شاء الله جاوبوا صح على هذا السؤال، وكان الجواب 220 كيلومتر. لحتى تربحوا هالسواره من مجوهرات السلطان، نحن بنشكر مجوهرات السلطان اللي هي سبونسر حلقتنا وسبونسر لبنان بحرا. خليكم معنا لتربحوا الذهب. هلا رح نسحب، هلا رح نسحب اربع اسامي من الاسماء الربحانين معنا، كل اسم رح ياخذ 3 نقاط. ركزوا معنا، 3 نقاط، يلا جمعوا النقاط بدنا نربح. أنا كتير متوتر، يا رب تربحوا كلكم. أول اسم معنا كول إيطاليا، من كول إيطاليا بتربح 3 نقاط، برافو عليك. تاني اسم أمادو عطية، أمادو عطية، ألف مبروك أمادو، سجل عندك حتى خبر الوالدة كمان. ثالث اسم محمد قطاع، محمد قطاع بتربح معنا كمان. رح نسحب بعد آخر اسم معنا لحتى نبلش نحن بالفيديو كامل. علي اللبان، برافو علوش، تربح معنا، سجل يا علي. وهلا خليكم معنا بهذا الفاصل، بعد هذا الفاصل رح نبلش حلقتنا ورح نحكي عن منطقة الصفرة، خليكم معنا بعد هالفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، اليوم بدنا نحكي عن منطقة الصفرة. الصفرة هي منطقة موجودة بشمال لبنان، تبعد 5 كيلومتر عن كازينو لبنان. وهالمنطقة منطقة كتير رايقة، وبحرها غني بالمواد الكلسية والجرانيتية، الصخور الكلسية والجرانيتية الموجودة تحت المي. وهالمنطقة نحن حبينا نضوي على حطام السفينة الموجودة بقلبها، اللي هي تبعد 5 أمتار ل 12 متر، وهي هذه السفينة مغروسة تحت الرمل الموجوده تحت المي. وبس بس البحر بطبيعه الحال هو بيوصل عمقه من 5 امتار ل 100 الامتار تحت المي. تابعوا هالريبورتاج وخلوكم معنا.
عجبكم الريبورتاج وانبسطتوا برحلتنا. لهون بكون خلص مشوارنا. قبل ما يخلص مشوارنا في عنا السؤال. سؤال الحلقة بيقول: أنا تقع منطقة السفرة وبشو هي غنية؟ تابعونا وجهزوا حالكم كتير منيح ودبوا اغراضكم لحتى ننطلق بمشوار تاني من لبنان بحرا.